السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم عدة اشكال من الحلويات اللي كتجي راقي في المنظر ديالها، وطبيعة الحال دائما بطريقة اللي جد سهلة ومبسطة. ما نطولش عليكم، شوفوا المقادير ان شاء الله وطريقة التحضير. غادي نحتاج هنا 500 غرام ديال الدقيق الابيض فورس او لفارينة، اللي غادي نضيف لهم هنايا 200 غرام ديال الزبدة. الزبدة اللي تكون في درجة حرارة الغرفة، كنضيف ليه جوج المعالق كبار ديال السنيدة اولا سكر خشن، وهنا غادي نضيف لهم رشة صغيرة ديال الملحة. هنا غادي نضيف لهم واحد الساشيه ديال 7 غرام ديال السكر بنكهة الفانيلا. يستحسن ما نضيفوش يعني الفانيلا اللي كتكون بودرة كتجي فيها الريحة شوية مجهدة. هنا بالنسبة لك انتم ما غتعجنوهاش بالمزهر، الا كنتو غتعجنوها بالمزهر فما تضيفوش هاد السكر بنكهة الفانيلا، راه المزهر هو بوحدو كينسمها. انا يعني فضلت يعني في هنا اليوم ما نديرش مزهر، حيت المهم الناس اللي بغاو الحلب وما بغاوش يعني تكون فيها مزهر بزاف. فين غادي نضيفو، نقدر نضيفو في الاخر في العقده، ولكن ما بغيتش نديرو في العجين. هنا كنجمع العجينه ديالي بالماء عادي، الماء ديال الروبيني. الا بغيتو تجمعوها بالحليب كذلك فكتجمع بالحليب، كتجي مزيانه. كاين اللي كيضيف ليها قطع من الجبن، الا ضفتو قطع من الجبن ما تضيفوش الملحه، حيت الجبن كيكون يعني ضيجه فيه الملحه. ملي كنقول الجبن، الجبن الخاص بالدهن، يعني بدون ذكر يعني النوعيه، اي جبن يعني اللي كندهنوا الوليدات ولا كندهنوا لنا حنا في الخبز الصباح، فهذاك كتضيفيه عوض الملح، كيعطي بنه وكيعطي قوام احسن. هنا كنجمع العجين حتى كنحصل على قوام اللي كيكون نوعا ما العجينه تكون واقفه، يعني تكون قاصحه شويه وقابضه في روحها، حيت من بعد غادي ترخف لينا وغنخليوها ترتاح على الاقل واحد ساعه حتى لساعتين. الا كانت عندك كميه كثيره وكان عندك الوقت خليها تبات ليله كامله، كتعطي نتيجه افضل. يعني اقل مده يمكن لك تخليها ترتاح هي ساعه ديال المكان، خاصه ضروري ترتاح، ما دلكتها ما حتى شي حاجه، فقط جمع لي الطحين وحطيتها جانبا ترتاح. وغادي نمر معكم هنايا باش نشوفوا العقده ديالنا او الحشوه اللي غادي نحشوها من الداخل. فانا غادي نخدم باللوز. هنا راه خديت كيلو ديال اللوز اللي كيكون مطحون، هنا ديجا واجد. نتوما اللي عندكم اللوز يعني لوز طري يمكن لك تخدمي به. هنا بالنسبه للكيلو ديال بودره اللوز كنضيف ليها هنايا 100 غرام ديال الزبده اللي تكون في درجه حراره الغرفه، وكنضيف ليها فقط 200 غرام ديال السكر سنيده او السكر حبيبات. هنا كاين اللي كيدير نص بالنص، كيدير مثلا كيلو ديال اللوز كيدير معاه نص كيلو ديال السنيده. انا ما كنديرش هذه الطريقه، غادي تعرفوا من بعد علاش. وهنا كنجمعها كامله بالماء اللي نسمته بالقليل يعني ديال المزهر، كما قلت لكم فالكليانه اللي بغات الحلوى ما بغاتش فيها المزهر بزاف، فبالتالي العجينه ما درت فيها، وعقده ديال اللوز هذه راني درت فيها شويه يعني، وكملت الخليط كامل بالماء عادي ديال الروبيني. كنعجن هنا، كنعجن مزيان العكس ديال العجينه اللي بالدقيق. عجينه اللوز خاصها تدلك وتدعك مزيان حتى ما كتبقايش تحسي بداك الحبيبات ديال السنيده في يدك. من بعد هنا كنحطها جانبا. هنا بالنسبه لهذا النوع ديال البودره راه ضروري كيكون مقادير ديال الزبده مختلفين البنات، حيت اللوز اللي كنجيبوه حب كتكون مازال فيه الدهنيات. هنا هذا راه كيحيدوا منه المواد الدهنيه كامله، فكينشفوه وكيخليوه غير اللوز، فبالتالي كيحتاج الزبده اكثر اولا الدهنيات اكثر. هنا غنقسم العجين ديالي كل وحده باش غنسمها. غادي نسمها هنا بلاغوم ديال الحامض، وحده غادي نسمها يعني بشويه القرفه، والاخرى غادي تكون منسمه بالفانيلا، والتنسيم كيبقى حسب الذوق وحسب الرغبه. كما شفتوا في الاول كتكون طريه بزاف، ولكن من بعد غادي تشوفوا معايا ملي غادي ترتاح وغادي تشرب مزيان اللوز غادي تجي العقده هي هذيك تماما. هذا راه العكس ديال العقده اللي كنصوبوا واللي كنطحنوا عند الناس اللي مختصين، يعني الناس اللي غادي يخدموا باللوز حب، فراه العقده خاصها تكون شويه واقفه، حيت هذا من بعد غادي ينشف، الاخرى ما كتنشفش حيت كتكون ديجا شاربه الماء. شوفوا معايا العجينه ما دلكتها ما حتى حاجه، مباشره كي ارتاحت شكلتها كويرات. شوفوا معايا ما شاء الله كتجي عجينه اللي هي ملسه بحال عجنها بالعجانه ولا دلكناها، حنا راه ما دلكناها يعني ما درنا فيها حتى شي مجهود، كنشكلوهم كويرات ولا ديروهم دي بوده. المهم الا كنتو بيتوها في الثلاجه البنات، يعني فقط نصيحه، الا كنتو بيتو العجينه ترتاح في الثلاجه الغد اللي ملي تبغي تخدمي بها جبديها واحد ساعه ولا ساعتين قبل، حيت الا كانت مازال بارده بزاف مع فيها الزبده راه كتمحنك بزاف الخدمه. شفتوا معايا العقده كيفاش قصاحت، يعني كون خليتها قاصحه وارتاحت ملي كتقصح ثاني ما كتجيش طريه ومازال غادي تدخل الفران وغادي تنشف، فبالتالي بزاف الناس كيتشكاو من الحلوى كتيبس ليهم. هذا هو السر علاش كتيبس، حيت الطريقه ديال الخدمه ديال العقده ماشي بحال بحال. يعني تقدر اخت مثلا تشوف يعني واحد الطريقه ولا وصفه عند شي اخت يعني خدمات الحلوة اللوز، خدمتها باللوز طري، وتجي هي تخدمها باللوز بودره
وتقول لك لا راه المقادير ما عطاتهمش ليا صحاح، حقا ما صدقتش ليا الوصفه. ماشي الوصفه، الوصفه كتبدا من المقادير لطريقه التحضير، وكاين فرق، كاين فرق في الدقيق، كاين فرق في البيض، كاين فرق شحال من حاجه. علاش؟ بعد مرات يعني هاد لي زاستوس كنعطيهم لكم في وسط الفيديو. الناس اللي ما كيتبعوش الفيديو من الاول حتى الاخر طبيعه الحال غادي يغطيو بزاف، كياخذوا المقادير كتجرب الوصفه، وكاين اللي كتطلع لها غير من الزهر، ولكن اللي ما تبعته ما كتطلعش لها. هانتوما شوفوا معايا، هذه ديال العش البلبل، اولا ديال هذا هو عش البلبل. كناخذ العقده، كنشد هاد يعني كما شفتوا راني دوزتها في الماكينه ودوزتها معكم يعني في عديد من الفيديوهات. فانا كندوزها في الرقم الكبير، من بعد المتوسط، ومن بعد كندوزها في الرقم ما قبل الاخير، يعني ما كندوزهاش في الرقيقه كاع. لا، كاين اللي كيدوزها في الرقيقه كاع، يعني ما كندوزهاش، كنخليها فقط ما قبل الاخير، ومن بعد كندوزها في الجهه اللي خاصه بالسباغيتي، كنحصل على هاد الطريقه. هنا ضروري هاد يعني هاد الشكل تستعنوا بنشا الذره. نشا الذره من الاحسن ماشي بالدقيق بالنسبه للمبتدئات، يعني البنات اللي بروفيسيونيل عارفين شغل يدهم راه ما غاديش يغلبهم الدقيق. اما بالنسبه للبنات اللي عاد بادين في الحلوه فيستحسن، كنقولها دائما لا في الصابلي لا في اي عجينه، لحتاجيتي ودقيقتك وبغيتي يعني تضيفي شويه يعني خاصه شي حاجه ناشفه الدقيق، فمن الاحسن ما ديريش الدقيق، ديري النشا. فراه لك كثرتي منه ما كياثرش بزاف بحال الدقيق. الدقيق كيخسر العجينه وكتجيك حبه رطبه حبه قاصحه، يعني ما كيجيوش بحال ما كيجيش القوام ديالو مزيان. هنا من الفوق اما ديكوريها بعجين من لون اخر، اما كدير هاد الشكل بحال هكا ديال اللوز، ديري ثلاثه لوزات اولا جوج لوزات، اما كنديرو قرقع. هذا بالنسبه للشكل الاول. بالنسبه للشكل الثاني نفس الطريقه، كندوزوها في الكبيره من بعد في المتوسطه، ومن بعد كندوزوها في ما قبل الاخيره. علاش ما بغيتش نعطيكم الارقام؟ حيت انا البنات عندي جوج ماكينات، وحتى وحده الرقم ديالها ما بحال، كاين اللي كيبدا بالرقم الكبير حتى الصغير، وكاين اللي الماكينه اللي كتبدا بالرقم الصغير حتى الكبير. يعني نقدر نقول لك دوزيها في الواحد ولا في الجوج، ولكن الجوج اللي عندي ماشي هي اللي عندك انت، فبالتالي كنفضل انا نقول لك دوزيها في النمره الكبيره اللي عندك اللي كتكون عريضه، من بعد دوزيها في النمره المتوسطه، ومن بعد دوزيها في النمره ما قبل الاخيره. كاين بزاف ديال الناس اللي كيدوزوها في الاخر، انا ما كندوزهاش في الاخر. علاش؟ باش يلاه مع الخدمه كتجي العجينه هي هذيك اللي دوزتها في الاخر، وكنبدا بحال هكا ملي كتجري كتعاود ترقاق العجينه، وملي كتبدا تنقشي ما كيجيش لي موتيف البنات زوينين، كتجي شويه كتقطع العجينه وكامله كتخسر، ما كتجيش. انا جربتها شحال من مره، حتى هذه واخا كندوزوها في ما قبل الاخيره راه كتجي رقيقه العجينه. انا غادي نقسم معكم في الاخر يعني تشوفوا القوام، غتشوفوا كتجي العجينه كلها لوز، وهذيك العجينه ديال الدقيق من الفوق راه كتجي فقط يعني للتزيين، ما غليظه ما حتىش حاجه، كتبقى رقيقه. هنا يمكن لكم تقطعوا بقطع دائري، هنا فقط يعني انا دوزتهم بهاد القطاعه ولا بالسكين. دائما كنخدم معكم ببيض البيض، البنات المتبعين راهم عارفين انا هذا هو الكولا اللي عندي، هو اللي كنخدم به، كولا سبيسيال عندي كنخدم بها حلوه اللوز الا كانت مزروبه. انا ما كنتوش مزروبين البنات ما تخدموش به، بيتوها ليله كامله. غنقول لكم علاش كندير في بياض البيض. بعد المقادير كناخذ بياض بيضه واحده كنضيف ليه تقريبا الجهد ديالو، بحال دابا حسيتي ببيض البيض راه تقريبا مقدار جوج معالق، ضيفي جوج المعالق ديال الماء. شوفوا هنا العجينه كيفاش كنجمعها، ما كنكورهاش، كنجمعها بحال لاباط فيتي. قلت لكم كناخذ بياض البيض كنضيف ليه نفس الكميه ديالو تقريبا، يعني ماشي بالضروره بالعبار يكون بالتدقيق، نفس الكميه ديالو ديال الماء، وكنطربهم مزيان حتى كيولي الخليط منسجم. يعني كنعرفوا ان بياض البيض كيكون فيه واحد الخويطات، خاصك تبقاي تطربي بالفرشيطه حتى كتولي سائل اللي كيكون يعني منسجم مع بعضياته. وكنبدا نلصق به. علاش كنلصق البنات في هذه المرحله؟ ملي كنكون نقش كنعرفوا ان اي حاجه نقشناها خاصها تبات ليله كامله، هذه معروفه، باش كتبقى النقشه ثابته، وملي كندخلوها الفران ما كتحلش لينا النقشه. هذه الا ما كناش دايرين بياض البيض، الا كنا دايرين بياض البيض راه غير ساعه كافيه، الا كان الحال بارد ولا كان الحال سخون راه غير 20 دقيقه، ولا غير تكملي لاطه الثانيه دفعي لاطه الاولى دفعيها الفران. هذه الناس اللي كيخدموا لي كوموند واللي مزروبين وما عندهمش اتساع وخاصهم يخلو اللاطات باش يخدموا، فهاد بياض البيض راه كينفع مزيان، حيت ملي كتقرصي كيلصق. كنعرفوا ان البيض ملي كيدخل مع السخونيه راه كيلصق، فبالتالي النقشه ما كتلقاش يعني ما كتلقاش فرصه فين تحل. هنا كنخدم بهذا النقاش اللي سولتوني عليه دائما، فانا كناخذو من اليس ديليس يعني كيتباعو. انا هذا جاني يعني فقط يعني هديه، ولكن راه كيتباعو البنات، وريتو لكم في فيديو يعني
في البدايه ديال القناه ديالي راه موجود، اللي بغى يتواصل معهم حتى في الانترنت اللي ما كايناش هنايا في اوروبا راهم كيديروا لا ليفريزون جميع الدول، تدخل لو سيت ديالهم تشري من عندهم تخلص وراه كيجيبوه لها حتى لعندها. هنا كنقش البنات، وملي كنقش كنهز العجينه واللوز، ما كنهزوش غير العجينه، العجينه واللوز كما قلت لكم كل رققتها كانت غادي كامله تشرق ليا وما غاديش يبانوا لي موتيف نهائيا. هنا انا عاده كنزينهم اما بجنجلان ولا باللوز كونكاسي ولا بكاوكاو كونكاسي حتى كيطيبوا. اليوم يعني مزروبه فغادي نزينهم دفعه واحده، ما بقاش نتسنى حتى يطيبوا عشان نزينهم. غادي ناخذ نفس العجين غادي نقطع عليه شكل اوريده بحال هكا، وغادي نحاول نزينهم بهاد لي بايت من الفوق ارجونتي اللي بغات تزينهم يعني نفس العجين هذه اللي درت بها انا ورده، يمكن لك ديريها باللون البني تلونيها بالشوكولاته حتى هو كيجي المنظر ديالها زوين، غير انا حيت غادي ندير من بعد شكل اخر بالشوكولاته فما بغيتش نقوي اللون، وحتى مولاتهم يعني ما بغاتش، بغات لون واحد ويعني يكون داخل شي لوين ولكن ماشي بزاف. هنا بالنسبه للشكل الثاني غادي ناخذ نفس الطريقه اللي درت معاكم قبيله كويرات اللي غتسولني حجم الكره، فتقريبا غادي كل كره يعني ولا كل عقده اللوز الحجم ديالها 15 غرام 15 غرام كندوي على حنا في المغرب. الاخوات الجزائريه تزيدوا لكم 5 غرام حتى 20 غرام، ما شاء الله عينكم كبير ما شاء الله، عزيز عليهم حاجه تكون يعني حنا اللي مقدوده وما زين حاجه تكون كبيره ما شاء الله وتعمر العين، فهما يبغيو الحبات كبار فيمكن لك تزيدي الحبه. هنا كنقش بهذا النقاش اللي كيكون مقوس كيجي زوين في هذا الشكل، وكيجي زوين حتى في كعب غزال، انا كنخدم به كعب غزال الا كنت مزروبه، فكان كعب غزال تا هو كنعرفوه اللي بغا تخدمه خاصها تخليه ليله كامله، فلا نقشتو ما كنخليش، لا نقشتو كنطيبو في البلاصه. وهذا هو الشكل ديالنا كيجي ما شاء الله زوين، واللي بغا دير من الفوق اللوز دير، واللي بغا دير الكركاع اللي بغا تاخذ العجينه وتلونها بالشكلاط وتلونها بلون اخر دير وحده فوق وحده وفوق منها حبه، فطريقه التزيين كتبقى اختياريه يعني حتى وحده ما كان مقيده ان تتبع نفس الطريقه، حتى انا ملي كنبغي ندير حلويات راني كنشوف وكنضيف اضافات من عندي، يقدر يعني كتاخذي فقط الفكره الاساسيه ومن بعد كتزيدي اضافات من عندك. ما شاء الله كيجيو الحبات هما دوك مساوي، الا درتو 15 غرام راه كتجي هي هذيك. فكنتمنى البنات يعني بارطاجيو الفيديو لو وصلتوا لهاد المرحله، يعني راه ماشي ساهل باش تصوري وتخدمي كوموند ديال الناس، راه كيكون لو ستريس ديال الكوموند كتكون شحال من حاجه والكاميرا حداك وخاصك شحال من حاجه، فيعني شجعونا بالبارطاج وبلي لايك البنات. هنا نفس العجين لونته الملون الغذائي عفوا راه كناخذو حتى هو من اليس ديليس، ما كناخذوش صراحه ما كنجيبوش من عند البازار، فهادو كينفعوني واخا راه غاليين شويه ولكن كيديو ليا مده طويله يعني كنشريهم وكنساهم. هنا غادي ناخذ القطعه هذه الدائريه الحجم ديالها كتحكموا فيه على حسب الحجم ديال الحلوه اللي بغيتي ديرو، هنا كناخذ وحده فوق وحده، اما تخدموا بخمس قطع اما باربع قطع نتوما والحجم اللي بغيتو، الا درتي خمسه غادي تجي الحلوه كبيره، درتي اربعه راه غتجي الحلوه صغيره، يعني ما يمكنش ديري اقل من ربعه، اربعه للفوق بغيتي ديري سته راه يمكن لك ديري سته. كنجيب واحد شويه اللوز هنا تقريبا راه ما كاملاش حتى 10 غرام صافي، كندير واحد الحريبي صغير وكنبدا نجبد عندي. البنات ما تتبعوش العجينه، جروا العجينه عندكم ما تخافوش منها، راه عجينه مطاطيه ما كتقطعش، وكنضغطوا بهذا الشكل وكنجي هنا جانبا كنوضع قليل من الكولا ديالي اللي هي بياض البيض، وكنبدا نلف بلا ما نزير ما تزيروش عليها، وكنحصلوا على هذه الوريده بهذا اللون. يعني يمكن لكم كذلك يعني ديروا جوج الالوان تخلطوا اللوينات، ديروا اللون مثلا الغوز ديروا مع الخضار ولا بيستاش حتى هو كيجي زوين، ولا عجينه غوز وعجينه بيضاء نتوما وحسب الذوق ديالكم حسب اختيار ديال كل واحد فيكم. وهاد البنات هاد العجين راه عجين اللي معتمد عندي انا كنخدمه في جميع الحلويات حتى الحلوه ديال التمر او العقده ديال الكاوكاو، اللي ما بغاتش دير عقده اللوز يمكن ليها دير بعقده ديال الكاوكاو، يعني ماشي بالضروره يكون متوفر عندك اللوز سورتو بالنسبه للبنات المبتدئات اللي غادي يبداو يتعلموا، فنقول لكم تعلموا في العجينه عاديه ماشي ضروري تعمريها، يعني واحد العجينه عجنيها نفس الطريقه يعني نفس القوام بغيت نقول، ماشي ضروري يكون فيه الزبده، يعني اللي بغات تعلم تعجن العجينه تكون شويه واقفه وتبدا تشكل بها هاد الشكيلات وتتعلم وترجع تجمعها وديرها في واحد البلاستيك وتوضعها في الثلاجه، وفما يكون عندها شويه الوقت تجبد العجينه وتبدا تنقش فيها بدات تصوف الشكيلات والعقده ديال اللوز، تقدري بحال غير توهمي انك معمراها بالعقده وتعمريها غير بالعجينه وشكلي، المهم تيخرج لك غير الشكل هو هذاك، حتى كطوعي يدك مزيان ومن بعد خودي شويه كاوكاو وخدمي به، من بعد عاد باش خودي اللوز، حيت الا بديتي باللوز هو الاول وما صدقاتش الوصفه راه ما غتبقايش تقدري تزعمي تصوبي حلوه مره اخرى.
هذا الشكل هذا كيجي زوين، وكاين شكل اخر حتى هو ما شاء الله كنخدمو يعني كليان ديما كيعجبهم، كيجي الشكل ديالو حتى هو رائع. كنخدم دائما بالنشا، هنا غادي نمر باش غادي نشكلهم على شكل ديال بوده ولا حربول، ودائما مع اللاصق الخاص اللي عندي هو بياض البيض. كنوضع الحربول بطبيعه الحال ما نقدرش نقول لكم الحجم ديالو، نتوما كتحكموا في الحجم عينك ميزانك، يعني ما نقدرش نقول لك ديري 100 غرام ولا 200 غرام ولا ديري فيها شحال من سنتيم، فهنا هاد المسائل هذه كتبقى كل واحد وكيفاش الشوفه ديالو. انت غادي تقطعي وغادي يبان لك جاك كبير نقصي، جاك يعني صغير زيدي شويه. هنا كنوضع الحربول وكنخدم به، شوفوا مع العجينه ملي دير اللوز ملي كتكون ناجحه ما كتلصقش لك في الطابله نهائيا. شفتوا في الاول كانت جاريه وكيرتاحت ونشفت مزيان وتشربت كاع داك الميه ديالها وتشربت كاع الدهنيات اللي فيها، يلاه جا القوام ديالها هو هذاك. هنا ما كنكثروش العجينه البنات، ما تبقاوش تدوروا شحال من لفه، جيبوا اللفه نيشان مع الحد ديال العجينه من الجهه الثانيه، وكندور هكا باش كتلصق ليا العقده مع العجينه باش ما تبقاش تزلق. وما تكثروش البيض، الا كثرتي البيض راه كتبقى تزلق لك العجينه وما كتبغي لا تنقش لا تشكل لا حتى حاجه. كما كنقولوا الشيء الذي يدعى عن حده انقلب الى ضده، راه البيض ديال البيض راه مزيان، ولكن الا كثرتي راه ما كيجيش مزيان كيخسر لك العجينه وما تقدريش تخدميها. انا غنجيب هاد لي كيسات هما اللي غادي نحط فيهم وغادي نشد عليهم العبار، انت على حساب لي كيسات اللي عندك وعلى حساب الحجم اللي عندك. وكناخذ القطعه الاولى هي اللي كنشد بها العبار باش كيجيوني الحبات مساوين وفي الشوفه كيجيو مزيانين. هنا ملي كيشط لينا هاد الطريف هكا ما غاديش نرميوه وما غادي نضيعوش، كنحيدوه مباشره حيت الا خليناه هذاك السكر غادي يطلق في العجينه وما غاديش مزيانه، ومن بعد الا خدمنا بها غادي تحرق لينا كامله. هنا كنشكلوا العجينه كامله بينما نشفت لينا القطع الثانيه، وغنبدا نشكل. هنا غنخليها غير تنشف شويه باش غنقشها تبان فيها النقشه، وغندوز نخدم شكل اخر. هنا غادي نقطعهم بدوائر بهذه الطريقه، الا بغيت نخدم معكم بجوج طرق، الا بغيت تقطعيها قطعيها، بغيتي ديريها دوائر هكا يمكن لك. شوفوا معايا هنا السمك ديالها راه كتجي رقيقه البنات، ما كتجيش غليظه. كنحيدوا داك الزوائد كاملين وكنحاول ندور واحد شويه باش كتلصق شتو. ضروري ما كندير بياض البيض، انا راه يعني ما كيخطانيش لا تحت في الصابلي، وليت كنخدم به يعني الصابلي بزاف الناس كيخليو حتى الاخر عاد كيبداو يزينوا، فانا يعني كنحيد كاع حاجه اللي فيها اللوز الكوك الجنجلان اي حاجه من المكسرات كندير فيها بياض البيض باش يعني ما كيضيعش، حيت الا درناه كوفيتير ولا درنا ناباج كيبقى كيتحتحت وما كيبقاش مزيان. هنا غنوضع هادو ينشفوا وغادي ندوز باش نشكل الاخرين. هنا انا كنغطيهم حيت الشرجم حدايا محلول ولا يبسوا بزاف العجينه كتبدا تقطع. هنا شوفوا معايا كنبدا دائما بالحبه الاولى اللي نشفات، يعني ما نبداوش بالثانيه، نبداو بالحبه الاولى اللي نشفات وكنبدا نقش، وانا كنهز العجينه وكنهز العقده، ما نهزوش غير العقده غير العجينه بوحدها، نهزو العجينه مع العقده حتى هي فيها السكر مع بياض البيض كتساعد بزاف، يعني راه كيجي الفرق. ما تقولوش ما كيجيش الفرق، راه ضروري كيجي الفرق. وكنبدا نقش وحده على وحده، يعني كنجيبو النقشه ديال الثانيه فوق النقشه ديال الاولى، وكنستمر بنفس الطريقه. الحبه اللي كتبان ليا ماشي هي هذيك كنعاود نساويها. هنا اما ديروها فوق الكوبات كما شفتوا باش تخدم لكم سهوله، اما ناخذ واحد الطبيسيل ديال البلاستيك ديال الميكا عندي في الدار كيكون خفيف وكنحطها فوق منه، وملي كنورك عليها بحال هكا راه كتزقى بحال كتلصق فوق هذاك الكوبات، وكدي تحكمي فيها النقشه كيف ما بغيتي. وهذا هو الشكل ديالها ما شاء الله كتجي رائعه في الشكل ديالها وسهله وبسيطه. هذا راه كنزينها انا بالشناب اما باللوز محمر حتى الاخر بشويه الناباج لوز محمر، اما كنزينوها بجنجلان محمر حتى هو اي نوع من المكسرات. وانا بالنسبه لذاك الشكل اللي نشف حتى هو غادي نجيبه وغادي نخدمه بالجنب. هنا نفس النقاش غادي نبدا غادي وكنميل، هنا ما كنديش النقشه كما كنقولوا عموديه ولا افقي عموديه ما كنديهاش عموديه، كنبدا غاديبه بواحد الشكل اللي هو مائل باش كتجيني بحال الشميشه، وكنبدا ندور فيها وكنحدد واحد الثقب في الوسط اللي غادي نزينه. وهنا طريقه التزيين، ديري كركاع ديري اللوز اللي عندك. هنا غادي نزينها بالعجين اللي لونتو بودره الشوكولاته المره، وكذلك غادي نزينها بالعجين البيضاء، غندير الملونه هي التحتانيه والاخرى غادي نديرها من الفوق.
هادو مشكلات ان شاء الله اللي صوت معكم اليوم. هنا مباشره غادي ندوز غادي نسخن الفرن على درجه حراره 150، غادي ندخلهم فقط حتى كيتشمعوا، ما خصهمش يتحمروا نهائيا، لا تحمر شويه من تحت فقط، اما من الفوق خصهم يجوا بيضين. سورتو هذه اللي فيها يعني الملون الغذائي ما خصهاش تحمر، الا حمرت كيخسر ليها اللون بالمره. هنايا غادي نطيبهم كاملين وغادي نمر معكم باش تشوفوا الطريقه ديال التعسيله ديالها، فخليكم معايا. هنا بالنسبه البنات للتعسيله فكندير بواحد الطريقه اللي هي سهله، كناخذ فقط كاس ديال الماء مع كاس ديال السكر ومع معلقه صغيره ديال الحامض وكنحطهم فوق البوطه، غير كتبدا النار يعني كيبدا الخليط كيغلي كنحسب ليه 10 دقائق وكنطفي عليه، ملي كنطفي عليه هو مازال سخون كنضيف ليه ملعقه كبيره ديال الجليكوز فقط باش كتبقى قابطه يعني ديك اللمعه من الفوق. هنا العجينه ديالي عفوا هنا الحلوه ديالي راه بردات، يعني العسيله سخونه والحلوه بارده، ما يمكنش ديروهم بجوج سخان سينو راه كتعجل لكم. شوفوا معايا اللون ديالها محمره شويه من تحت ولكن من الفوق كلها خاصها تبقى بيضه، يعني شويه واحد التحميره خفيفه كما شفتوا هو اللون ديالها، كتجي زوينه وبيض البيض راه كينفع البنات اكثر. يوم اللي كديري بحال هكا كديري الفينيسيون كينفعك، يعني ما كتبقى حتى حاجه كتخسر. الحلوه كما حطيتها في اللاطه كما خرجت ما كتعواج النقشه ما كتحل حتى شي حاجه، يعني عطيتكم جميع الاسرار، فقط يعني تبعوا المقادير كيف ما عطيتها لكم والطريقه. راه الفيديو طويل بصح ولكن راه ما طولناه حتى ما قدرنا نقطع منه حتى شي حاجه، رحنا حيدنا الخير والبركه، راه ما صوبناش يعني الفيديو ما صوبناش حلوه في 20 دقيقه. شوفوا معايا الشكل ما كيتغيرش ولكن يعني كنحاولوا باختصار وهذا هو المختصر المفيد، يعني ما قدرناش نديروا فيديو فيه 10 دقائق. فيعني هنا شوفوا معايا ما كنخليهاش تشرب بزاف، نتوما اللي بغيت تخليوها يعني واحد 5 دقائق حتى تشرب يمكن لكم، هنا غير كتسقطر صافي وكندوز كنحطها في دي كيسات وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. ما شاء الله مهم صوره غنيه عن يعني التعليق بلا ما نقول لكم زوينه زوينه شاكره راسي يعني يعني كتجي ما شاء الله كما حطيتيها في الطاوله ما كتخرج ما كتخسرش ليها الشكل ديالها نهائيا. هذيك ديال التمرطيه ان شاء الله غادي نشارك معكم شي نهار الا عجبتكم بطبيعه الحال، حتى هي كتجي زوينه وكتجي خفيفه في المنظر ديالها وما شاء الله راكم شفتوا بلاطو نقي كتجي، يعني راه دارت بلاطو نص، يعني هاد المقادير قلت لكم كيدير بلاطو بحال هذا ونص بلاطو، يعني تقريبا راه كيخرج كيخرج تقريبا الخير والبركه، تقريبا كيخرج 2 كيلو ديال الحلوه فقط بنص كيلو ديال الدقيق وكيلو ديال اللوز. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم يا بنات يكون نال الاعجاب ديالكم باش غنعرفوا عجبكم، لايك البنات وبارطاج، بغيتكم توصلوا هذا الفيديو اكبر عدد من اللايكات، بارطاجيو في الواتساب كاع عندكم واتساب واخا غير 5 ملي كونتاكت ديالك. هنا شوفوا القوام كيفاش كيجي كتجي رطبه، شوفوا معايا راه اللوز كيجي هو اللي غالب على العجينه، شفتوا شوفوا معايا اللوز هو اللي كيجي غالب وكتجي هشيشه وكتجي اللوز ديالها معلك من الداخل كيجي مشرب هذيك العسيله. علاش نقصنا الكميه ديال السكر في الاول؟ الناس كاين اللي كيدير نص لوز وكيدير كميه اللوز كيدير ليها النص ديالها كيديرها سكر، انا ما كنديرش حيت كندير العسيله في التزيين. فنتمنى البنات الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم، اللي عجبكم بطبيعه الحال كليكم لي لايك البنات وبالبارطاج، شاركت معكم كل التفاصيل ما خبيت عليكم حتى شي حاجه. فدمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي.